احمد عرب وغيرهم الذي تم اعتقالهم بالوحش. نحن هذه الليله نتضامن معهم ايضا، ونتمنى من المنظمات الاوروبيه والحقوقيه ان تلفت النظر في هؤلاء الاشخاص الذي تم اختطافهم حتى يخرجوا من هذه الزنزانه ليفرحوا الاهالي باستقبالهم، وان شاء الله قريبا سيخرج عنهم ان شاء الله جميعا وسوف يكون لنا نصر معزز. أما الآن كلمة إلى الأستاذ المناضل.